لكل مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا بنهار جديد. منبلشوا إنه نحنا ندعي دعوات من القلب لكل شخص ولكل سوري. الله يحمي الشام والله يحمي كل المحافظات السورية. الله يحمي كل الناس يا رب. إن شاء الله الأمان والأمن والمحبة هي بس تكون سيدة المشهد. نهار جديد أكيد عم بلشوا معكم. نهار أغلب الناس اليوم معطلين. بدنا نقلكم صباح الخير. صباح إن شاء الله بيحمل الأمن والأمان والسلام لكل للناس. والله يحمي أبطالنا، أبطال الجيش العربي السوري وين ما كنتوا متواجدين. الله يحميكم يا شباب، والله ينصركم يا شباب. ببداية نهار جديد بدنا نصبح أكيد على كل فريق العمل، وبدي صبح أيضا على زينب. صباح الخير يا زينب. يسعد صباحك ليا، ويمكن أحلى شيء نبلش فيه إنه الله يحمي الشام وكل سوريا وكل السوريين اللي عندهم يمكن هلأ تعليم مفتوح وجامعات، واللي حتى الإعلاميين اللي شغلنا ما بيتوقف، وأيضا كنا الوظائف اللي ما بتتوقف. نبض الحياة بالشام حتى بيوم العطلة موجود. بدي صبح على كل طبعا مشاهدينا، نهار جديد إن شاء الله بيحمل معه كل الأمل والسلام. لكم مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا متواجدين، سواء كنتوا بالبيوت عم تشربوا فنجان القهوة أو كنتوا بعمل ما. خلينا نحكي كمان لكل حابب يرافقنا بمشوارنا. طبعا بنقول لهم أنه في عنا فقرات متنوعة وعديدة، لكن بالبداية صباح النصر لكل جندي سوري. رحلتنا الصباحية اليوم الجمعة 23 شباط تحوي محطات من سوريا والعالم. رح يكون لنا وقفة مع الإبداع السوري بمجال الحرف اليدوية، عالم الفن التشكيلي. أما محطتنا القانونية رح نتحدث فيها عن سند الأمانة، ورح يكون لنا وقفة مع تجربة شبابية بالدراما السورية وغيرها من المحطات والأخبار الثقافية والمنوعة ضمن رحلتنا. رح نبقى الجمعة برفقتكم، لكن بعد الفاصل. بالبداية يا زينب رح نروح لجولة على بعض الدراسات لليوم. علماء عم يعملوا ابتكار دواء جديد قادر على إنهاء آلام الملايين يلي بيعانوا من التهاب المفاصل على شكل حقنة، بعدها بتنخفض عمليات تبديل مفاصل الورك والركبة، وبيشكل بروتين أساس هيدا الدواء كونه بيحفز الغضروف على التجدد وبيخفض من التهاب المفصل. وبحسب المبتكرين بيسمح الدواء بتأجيل أو إلغاء العمليات الجراحية المقررة اللي لها مخاطر عديدة وأعراض جانبية مختلفة. لما طبعا اختيار العقار على خلايا الغضروف البشري بالمختبر بدأت تتكاثر بسرعة، ولما اختبرت على الفئران المخبرية اللي عم تعاني أيضا من تلف غضروف بركبة أظهر الدواء فعاليته بعلاج الإصابات الشديدة كمان. وإلى خبرنا التالي، حيث شارك حوالي 50 مغامر من جميع أنحاء العالم بمسابقات بمسافة حوالي 205 كيلومتر على سطح بحيرة باكيال المتجمدة، وذلك عبر دراجات هوائية، وتزلجوا وتمكنت 8 مشاركين فقط من قطع هذه المسافة. خلينا نتابع سوا. We'll be right back.
معلومات جديدة وغريبة بنتعرف عليها ضمن فقرة هل تعلم. خلونا نتابع مع بعض. معلومات كثيرة ممكن تمر بيومنا وبنحب نتذكرها، ومعلومات بنجهلها وبنحب نتعرف عليها. هل تعلم أن تناول الحلويات يعدل بشكل كبير في مزاجك؟ وهل تعلم أنه كلما كان الشخص يقرأ أكثر كلما أصبح يفهم مشاعر الآخرين بسهولة أكثر؟ وأيضاً هل تعلم أن الإنسان العادي يتذكر 60% فقط من الأحداث التي حصلت معه بالأمس؟ وأخيراً هل تعلم أن إحدى الدراسات أثبتت أن النساء يبدأن باللعب بخصلات شعرهن عندما يتحدثن مع شخص يهتمون لأمره؟ كل يوم تاريخ جديد بيتسجل وممكن يكون فاصلة تحول بحياتنا، فشو هي أبرز الأحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم؟ خلينا نتابع سوا. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1893، رودولف ديزل يحصل على براءة اختراع محركات الديزل. في عام 1903، الولايات المتحدة تستأجر خليج غوانتانامو من كوبا وإلى الأبد. في عام 1941، لأول مرة يتم عزل وإنتاج البلوتونيوم. وفي مثل هذا اليوم من عام 1953، احتجاب مجلة رسالة عن الصدور بعد أن ظلت 20 عاماً المجلة الأدبية الأولى في الوطن العربي، والتي اشترك في تحريرها كبار الكتاب في مصر والوطن العربي. وفي عام 2015، إعلان فوز فيلم الرجل الطائر كأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار 87. أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1085، جورج فريدريك هاندل، موسيقي ألماني. وفي عام 1879، كايزمر ماليفيتش، فنان روسي. أما أبرز الشخصيات التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1855، كارل فريدريش كاوس، عالم رياضيات وفيزيائي ألماني. وفي عام 1965، ستان لوريل، ممثل إنجليزي. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. لليوم فتحت رعاية الاتحاد الدولي للمواقع الإلكترونية أقيم ملتقى الشباب العربي للتطوع بدورته الرابعة في تونس بمشاركة مختلف الدول العربية. وقد تم من خلال الملتقى استعراض تجارب المتطوعين واستعراض الأنشطة التطوعية في بلادهم لأكثر من 17 دولة، وحازت سوريا على المرتبة الأولى متمثلة بنسرين بعلبكي لاستعراضها النشاطات التطوعية وأهم الإنجازات على أرض الواقع. لنتعرف أكثر على المشاركة السورية، بصرنا أن نرحب بنسرين بعلبكي، رسامة وأنيميشن كارتونز وحائزة على المرتبة الأولى بمؤتمر عروبتي. سعد صباحك وألف مبروك. الله يبارك فيكم وصباحكم غير، لأنه فعلا سوريا غير. فعلا أهلا وسهلا فيكي نسرين. يعني بالبداية بدي ضم صوتي لصوت زينب وأقول لك ألف مبروك. خلينا نحكي عن مشاركتك وخلينا نحكي عن الجائزة اللي حصلتي عليها. شاركت بتونس طبعا كان بمنظمة عروبتي، هي منظمة عربية غير حكومية. هالمنظمة كان من أهدافها هي تنمية جيل الشباب المثقف أو تنمية مفهوم التطوع عند الشباب العربي.
فكانت منظمة عروبتي هي جزء من الاتحاد العربي العام للعمل التطوعي. هذا الاتحاد هو اللي شكل هالمنظمات، هي منظمات بالدول العربية، فأحدها هي منظمة عروبتي، تأسست ب 2016 بمصر. طبعا بتعين كل عام منسقين من الدول العربية، وهالسنة تعينت لأني أخذت الأولى بسوريا، تعينت المنسق العام بسوريا. فكانت مشاركتنا 17 دولة، وكل دولة كانت قادرة أنه تشكل عفوا تقدم مشروعها أو ما هو العمل التطوعي اللي عندنا بالبلد من خلال كلمة ألقيتها أمام الاتحاد العربي وأمام هنيك مديرية التربية والأسرة ومنظمات التربية والأسرة بتونس، ومن خلال أيضا كان موجود هنيك كمان في عندنا وزارة أشخاص من وزارة المرأة والأسرة كمان بتونس. كانت الكلمة عبارة عن طرح لمعاملات الجمعيات الخيرية التي تقام عندنا بالبلد. حكيت عن مبادرة أهل الشام للتطوع، مبادرة علماء الشام، عن طبعا مبادرات حكيت عنهم بشكل تفصيلي باستعراض فيديو عنهم. انه نحن عفوا في منظمات في بالإضافة ايضا في عندنا جمعية الندى الخيرية. مبادرة أهل الشام شو قامت بمبادرة دفء الشتاء، وايضا اكفلني اكفل لك جنة، ايضا بمشروع كفالة اليتيم. فعدة مشروعات كانوا موثقين كلهم طبعا، عبر صور وفيديوهات كنت موثقتهم بفيديو عم بستعرضهم تجربة. هي أهم المشاريع اللي طرحتها. أهم المشاريع اللي يمكن طرحتها حصلتي طبعا. حصلتي على المرتبة الأولى بسوريا، هي طبعاً الشهادة اللي حصلتي عليها. خلينا نحكي عن كيف كانت صدى مشاركتك وأنت عم تحكي على سوريا اللي هي صارت عنوان صمود وعنوان نصر وتجربة يمكن بيتغنى فيها كل العالم طبعاً بصمود شعبها. فخلينا نحكي شوي كيف كان التفاعل وصدى المشاركة وأنت عم تحكي عن هذا العمل التطوعي اللي هو تجربة رائدة بسوريا طبعاً من أول اللحظة بلشت فيها الأزمة. تمام، هو الموضوع أنه 17 دولة قاعدين، فتخيلي أنت عم تعرضي بلدك أو عم تظهري بلدك بين 17 دولة، وكل شخص بده يظهر أفضل ما عنده. تمام، من تجارة تطوعية. طبعا هو حنقول بالنسبة لي كان في تخوف من الموضوع أنه فوز ما فوز، ربما أنه في تجارب فعلا بفلسطين كانت قوية، بسعودية كمان، في دول عربية كان في عندهم تجارب تطوعية قوية. فلما حكيت عن تجربتي فعلا عطت صدى قوي. يعني قلت لك على مستوى أنه مديرة وزارة المالية وزارة المرأة والأسرة بتونس وقف وسفى أنه واو، يعني ما شاء الله أنه في نجاح عنا باهر عفوا. وكان في بالنسبة للتجمع الشباب بتجمع الأعلام العربية وتجمع الثقافات العربية، كان كمان عاطي صدى أنه قوي، أنه أنا حاول مثل بلدي بشكل قوي. فكمان ساعدونا بالآخر الملتقى أنه عملوا عفوا استعراض للثقافات، كل واحد كل شخص بيستعرض تجارب البلد غير تجارب البلد، فيني استعرض ثقافة البلد اللي أنا فيها. ما أجمل موقع مثلا عندك بالبلد، شو الأعلام المميزة عندك بالبلد، شو هو الشيء اللي بتقدر أنك أنت تمثل فيه تعطي صوت عن سوريا. فحكيت عن السيف الدمشقي، وحكيت عن يعني إجمالا أنا أتمنى أنه يكون عطيت جزء بسيط من ظهور البلد اللي كنت أتمناها، بتمنى يكون أقوى من هيك. يعني الحقيقة نحن الأزمة أثرت فينا كثير، أزمت بنظرة العالم إلنا خارجا. يعني العالم كله عم تنظرنا أن سوريا مدمرة، هي سوريا غير، سوريا ما لها مدمرة. يعني هذا الكلام لازم كل شاب عربي من خلال مفهوم التطوع اللي هو مفهوم جزء بسيط يقدر يثبت هالشيء هذا من خلال الوضع. عم نشوف مشاهد من التكريم كمان على الشاشة. نسرين، حصلتي بالإضافة إلى الشهادة أيضا على دروع عديدة من أهم درع الاتحاد الدولي. خلينا نحكي عن هيدا الدرع وقدي كمان حملك مسؤولية بين باقي الدول. طبعا 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 تحمل المسؤولية. أول شيء كلمة أنه منسق عام للاتحاد الدولي، هي لحالها بتعطيني عفوا فينا نقول حافز أني أظهر بلدي بشكل قوي من خلال إنشاء مكتب تنفيذي. هذا اللي انطلب مني، إنشاء مكتب تنفيذي بالبلد.
إنشاء عفوا مكتب تنفيذي ما هو بس من دمشق، لا من جميع المحافظات بسوريا. نعم. من جميع المحافظات حتى يوما ما هن متمنين فعلا عروبتي، وهلأ أنا هون أمام الشاشة بحكي متمنين أن منظمة عروبتي تقام بدمشق. في تخوف أن وضع البلد ووضع الأمن والأمان هذا الكلام. طب من خلال مشاركتك ما نقلتي لهم صورة يعني صورة الحياة، صورة العمل، وخاصة العمل التطوعي، وخاصة يمكن الجمعيات اللي ذكرتيهم طبعاً والمؤسسات. طبعا طبعا حاولت جهدي اني اغير النظره اللي هن ناظرينها للبلد، لكن ما مو انا كشخص، لا لازم كل شخص عفوا كل شاب صحيح. عربي يقدر يغير هالنظره هاي اللي ناظرين لها خارج البلد. يعني هالنظره هاي مشوهه من الاعلام، كيف نحن نغيرها؟ لما انا عفوا بقدم مثل ما بشارك مثلا، هاي مشاركه اذا بقول لك انه تكاليفها علي، يعني انا عفوا عم شارك لكن بس فقط لاجل هدف معين هو اظهار الصوره الحقيقيه للمجتمع السوري خارج البلد، خاصه ثقافه التطوع. نحن عنا نعم. صارت ثقافه تدرس، يعني عنا كثير من الشباب والشابات وحتى يمكن السيدات وأمهات الشهداء اللي كان لهم تجربة بالتضحية وأنه ضحوا بأغلى ما عندهم، كان لهم عمل تطوعي، يعني حولوا هذا الشيء لعطاء للبلد. نعم. فهل ذكرتي بعض من النماذج أو الأمثلة بمؤتمر عروبتي عن بعض السوريين؟ لا ما طرقت بصراحة عن سوريين، عن أشخاص محددين، حكيت عن جمعيات بشكل عام، عن جمعيات بشكل عام بالبلد، ما منه ولا شخص معين، بس حكيت عن مفهوم ثقافة التطوع عنا، كيف مبدأها، كيف مبدأ ثقافته، كيف مبدأ القيادة التطوعية هي اللي أغلب الشباب ما بيقدروا يفهموها، إنه أنا كيف بدي يكون قائد متطوع، كيف بدي يقوم بالتدريب التطوعي، كيف بدي أشوف المعوقات بالعمل التطوعي. هذا الكلام كله بيعطي إشارة سلبية، إنه أنا إذا بدي أشوف معوق بالعمل التطوعي ربما أرجع أقول لا ما بدي أشتغل بهالمبادرة هي. لا بالعكس أنا قادر. في أربع قوى بتحكم بالإنسان، الأربع صحيح. قوى بالعمل التطوعي هي قوة أول شيء قوة الكلمة وقوة التفكير وقوة المشاعر وقوة التصرف. هي أربع قوى قادرة، إذا كنت أنا قادر أفهم هذه القوى بقدر أقوم بعمل تطوعي إيجابي بالبلد. نعم نسرين، بالإضافة لمشاركتك يلي عن جد بترفع الرأس، ويمكن هالدروعة هي شاهدة ومحبتك أكيد هي شاهدة، خلينا ننتقل ونحكي حضرتك رسالة، خلينا نحكي عن مجال يلي انت بترسمي فيه هو انيميشن الكارتون. نعم. خلينا نحكي فيه لوين وصلت نسرين وشو محضره نسرين مشاركات ان شاء الله. انا رسامه لمجله اسامه، مجله الرقم الصغير، وانيميشن كرتون ل 15 سنه. فمجال الكرتون عندي حاليا عم نطلع غير مجال التصميم، انا شغله بوزاره التربيه عفوا بتطوير المناهج كمان بتصميم الكتب. مجال الرسوم المتحركة أو مجال الكرتون هلأ حاليا هدفي أني أنا طوعه، غير مشروع اللي عم أقوم فيه مشاريع التحريك، هدفي أني طوعه بمجال التطوع بإيجاد ثقافة للطفل عن طريق عملي، قدر أنه فهمه أنه كيف أنت بتقدر تعمل أي شيء تطوعي لبلدك، كيف تقدر تقدم أي شيء لو بسيط، يعني عفوا حبب الطفل بمفهوم التطوع. هذا الهدف بقى ان شاء الله بمجالي بالكرتون. حاليا عم اشتغل مشاريع انفوغرافيك لمشاريع عديده للاطفال، مشاريع تنمويه وتدريبيه للطفل. ان شاء الله موفقه يا نسرين، يعني بدنا نقول لك مره ثانيه الف مبروك. الله يبارك فيكم. ان شاء الله تكون التجربه التطوعيه بسوريا فعلا عم تلاقي صدى وتوصل رسالتها الصحيحه، انه السوريين ما بيوقفوا عند اي حد، ونبض الحياه عندهم واراده الحياه اقوى من كل شيء. شكرا لوجودك معنا نسرين. شكرا لكم، شكرا كثير. شكرا لك واهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك، وعن جديد الف مبروك. ما هلا زينب خلينا نروح وننتقل لريف حما وتحديدا من السلمية وأجواء افتتاح جمعية الحوراء الخيرية بالمركز الثقافي بمدينة السلمية. تفاصيل أوفى من تبعها بتقرير مراسلنا محي الدين فهد. بهدف دعم الأسر المهجرة والمتضررين من الحرب، تم افتتاح جمعية الحوراء الخيرية بالمركز الثقافي في مدينة السلمية بحضور فعاليات رسمية وشعبية وحزبية. حفل الافتتاح هو تكريم، طبعا بعد ما تم عرض أهداف الجمعية كان هدفنا تكريم أسر الشهداء الذين ضحوا بكل ما يملكون، وكان تكريمهم برعاية السيد المحافظ محافظ حماة. وأقول الشهداء قدموا الكثير ونحن اذكرنا معهم، لكننا نكون أكثر وأكثر وأكثر بحاجة أن نقدم، قدموا كل ما يملكون ونحن نتمنى أن نكون عند ثقة الجميع
وعند حسن ظن الجميع بنا وأن نقدم كل ما لدينا لأن ندعم أسر الشهداء. جمعية حوراء الخيرية جمعية خيرية أحدثت بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ستعمل بإذن الله على 3 محاور أهمها هي أسر الشهداء ودعم أسر الشهداء. سنعمل في مجال إن شاء الله إعادة الإعمار، والشق الثالث وهو الاهتمام بالمجتمع السوري بشكل عام والمجتمع في سلمية بشكل خاص طبعا. خلال حفل الافتتاح تم تكريم كوكبة من أسر الشهداء تقديرا لتضحياتهم ووفاء لدمائهم الطاهرة التي روت تراب الوطن. أشكر الكل والله يعطيهم العافية، ومنطلب من رب العالمين أنه ينصر هالبلد ويرجعنا للأمان اللي كنا فيه ويرفع راية سوريا عاليا. نفتخر بالوطن، نفتخر بالسلام بكل مكان، بسوريا الحبيبة، سوريا الأم. كما تسعى الجمعية بالإضافة إلى دعم أسر الشهداء والمتضررين من الحرب المساهمة في تمكين دور المرأة في كافة المجالات والمشاركة في إعادة أعمار سوريا كرديف رجال الحق أبطال الجيش العربي السوري الذين قدموا أغلى ما لديهم في معارك الشرف والبطولة. محطتنا التالية رح نترافق فيها ببعد جمالي حافظ على سر وجوده عبر التاريخ بفضل أيادي الحرفيين السوريين اللي أدهشوا العالم بإبداع صار موسوم بأقدم عواصم الأرض وبطاقة تعريف لألا. اليوم بصباحنا غير رح نروح مع شيخ الكار بالحرف اليدوية والتراثية والحاصل على عدة جوائز دولية السيد عدنان تنبكجي، رح نحكي أكثر عن مؤتمر مشروع التنمية المستدامة اللي عقد أمس بفندق الدمروز برعاية وزارة السياحة. صباح الخير أستاذ عدنان وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير اللي عم يسمعونا كلهم. أهلا وسهلا فيك. طبعا يعني مشروع التنمية المستدامة اللي عقد بمؤتمر الدمروز، خلينا نحكي عن هالمؤتمر بشكل عام. الحقيقة هذا المشروع ما سبق به اللي كان هو بالبداية كانت دورات تدريبية للبعض من شيوخ الكار والحرفيين، وكانت بورشات العمل للحرفيين وبتكية سليمانية. لقينا أقبال كتير وكان العنصر النسائي موجود وفعال وبتشكرهم وبشجع على أنه يستمروا في الدورات اللاحقة. هذا المؤتمر انعقد من شان توثيق لما جرى ولأنه نحكي على ندوات بشكل موسع، كانت ندوات شاملة الحقيقة تحت رعاية وزارة السياحة بالتعاون مع منظمة اليونسكو والحرفيين وزارة الثقافة وزارة التربية. كان الحضور مميز الحمد لله لأول مرة، يعني بنلاقي من عامة الشعب والمعنيين وكمان غير المعنيين، احنا بنعتبر كل الناس بسوريا معنيين بالحرف اليدوية التقليدية. حلو، يعني كان في مشاركات من داخل دمشق ولا أيضا كان في مشاركات؟ كان في زوار طبعا، كان جانا كمان من أعضاء مجلس الشعب، جانا كتير ممثلين عن السادة الوزراء. يعني احنا بنكبر بانه التعددية، لانه هاي الحرف هي هوية سورية لكل واحد، مو بشرط انه يكون هو حرفي، هاي الهوية السورية اللي احنا بنرفع راسنا فيها برات البلد وجوات البلد. المؤتمر كان انا واحد من الناس اللي قدمت ندوة دمشق عبر الأزمنة وكيف الحفاظ على التراث السوري وكيف الدعم بده يكون لحتى نتواكب مع العصر والأتمتة اللي لحنا هلأ فيها، والتشجيع على الحرف اليدوية أنه ما تندثر والمحافظة على أنه نستمر بالدورات. وحكينا عن إبداعات الماضي وبصماتنا تبع اليوم. كان هذا هو الهدف من المؤتمر اللي حكيتهم. خلينا نحكي، هل كان في توصيات جديدة تحمي الحرف اليدوية من خلال هذا المشروع؟ توصيات كتير مهمة وإن شاء الله يا رب بتتنفذ. كلياتنا معنيين مثل ما قلت لك، والسيد الوزير أكد على أنه يكون في منشآت للتدريب الحرفي لعامة الناس، يعني ما مو شريحة معينة مثل ما صار بالدورات. كمان ركز على أنه يكون الموضوع في عنا مديرية التنمية السياحية، كمان طلعوا بتوصيات
على أنه يكون في دورات تدريبية كمان، غير أنه يكون في عنا دورات سابقة كما في دورات لاحقة، أنه على أساس أنه نتابع الدورات بشكل مستمر، وفي مكان بيكون مخصص بكل منطقة للتعليم الحرفي ودعم مطلق من كل الوزارات، لأنه كان مثل ما أنت ليك من كل الوزارات المعنية وغير المعنية كانوا أبدوا حطوا إيد المساعدة. كمان ركز على موضوع أنه ونحن منشد إيدنا على إيده على موضوع السفارات. السفارات بتلعب دور، والجاليات اللي بالخارج، الجاليات السورية بتلعب دور على أنه يسوقوا المنتج والدعم المنتج الحرفي، لأنه فعلا هو منتج حصلنا على امتيازات دولية بكثير من الدول. ركزنا على أنه الدعم الحرفي على أنه يكون مكان خاص، وطلب السيد الوزير من كل واحد حرفي يعطينا الإبداع تبعه. هذا المكان رح يكون أنا بسميه بالنسبة لي متحف، متحف بيعبر عن كل واحد حرفي شو هي الحرفة تبعه، ويحط لنا هو الحرفة اللي هو عم يساويها بأي تحفة فنية، تحفة أو تحفتين، وبتكون هاي مجانا ورح يدفعوا له ثمنها. يعني تصوري إنه وين الإبداع صار، إنه وين الدعم صار، إنه بيدفعوا لنا ثمنها للقطعة، وبتتسوق القطعة هي إن عبارة عن وسيط حتى يقووا العجلة الاقتصادية، ونحن كثير منتشكرهم. يعني هذا شيء بيرفع الراس، وأكيد نحن مننبسط وقت بيكون القطعة الحرفية الفنية راح تتروج بشكل جيد، هون دارت العجلة الاقتصادية. نعم سيد عدنان، أكيد نحن هلأ عم نشوف هاللمبادرات وهي التحف، هي أكيد كلها شغل حضرتكم، وأكيد شفنا هي الشهادة اللي موجودة كمان، شهادة تميز وإبداع. نعم، كل واحد صاحب دورة ودرب فيها طلاب. نعم، رحنا على هامش دورة كمان وزعنا للطلاب الشهادات مشان نعطيهم كمان معنويات وطالبوا بالمزيد. نعم، لكن خلينا نحكي بشكل موسع أو أكثر عن دور الحرفي السوري في التنمية المستدامة. دور الحرفي له دور كتير كبير. ونحن ما في عنا حرفي بيقول أنه أنا عاطل عن العمل لو أنه راحت المنشأة تبعه، لأنه الحرفي هو المملكة تبعه، الإبداع تبعه، العقل اللي عنده، يعني من لا شيء بيصنع شيء. لو راحت ورشته عم يبدع اليوم وبينتج وبيعطينا الإبداعات تبع الماضي وبصماته بالحاضر. دور الحرفي بيلعب دور أنه نحن بأي، وحرف تبعنا كتير متعددة، يعني الحمد لله عمنا بنعدي 30 حرفي بما يخص النحاسيات والقيشاني والرسم على الزجاج والموزايك والفسيفساء إلى آخره. عنا والبروكار كمان، في عنا أحياء جيد للبروكار. وين ما راح الحمد لله الحرفي بيلاقي الحرفة تبعه موجودة سابقته، وهي الهوية تبعه، ممكن يلاقيها ببيت، بمكان صالح خلينا نقول، بشركة، بمؤسسة حكومية، بالمطارات، بالسفارات، حيلاقي الحرفة وربما تكون سابقته. لحنا مطلوب منا انه نتابع ونعلم. يعني كثير منتهم بالسابق انه احنا ما منعلم، لا، هلا احنا مجهزين، واكبر دليل على هذا الموضوع اكاديمية الاسد والمشروع اللي قال عليه السيد وزير السياحة، وبالتعاون مع وزارة الثقافة اتحاد العام للحرفيين صرنا مجموعة فريق عمل متكامل بالتعاون. لحنا علينا الإبداع والإيدين الماهرة. بوجه تحية لكل حرفي مبدع، ما في عنا حرفي غير مبدع، الحرفيين كلهم مبدعين بسوريا وأثبتوا وجودهم وإلهم بصمة بكل دول العالم وحتى بسوريا. لحنا كمان منشجع على إقامة المعارض، وكمان لحنا بالتوصيات قالوا على موضوع إقامة المعارض الخارجية والداخلية، وحتى على دلالة المنتج أنه يكون الختم تبع المنتج حتى نميز بين العمل المتقن اليدوي والعمل التقليدي العادي الصناعي. صحيح، بصمة رح تكون مميزة أيضا لجميع التحف والحرف السورية. شو الجديد اللي عم تحضروا له؟ عم نحضر على معرض جماعي بهذا المكان، دار الأوبرا، هي اللي احنا بنرفع راسنا انه تكون معرض للتحف، معرض لشيخ الفكار والحرفيين المبدعين بهذا المكان الرائع. نحن ان شاء الله راح تلاقوا انتم على طول الاخباريه السوريه بتواكبنا وبتدعمنا وبتشكركم على طول انتم معنا.
هذا المكان إن شاء الله راح تلاقوا متحف وحيجي زوار من مو بس من سوريا من برات. الله يا رب. وأكيد نحن فخورين يمكن بالحرفيين السوريين يلي أيضا خلينا نذكر قديش بمشاركتكم خارج سوريا. وأي حدا حابب يطلع أنتم يعني بتستقبلوه بكل صدر رحب لحتى. أكيد ولا في صفحة خاصة راح تكون للحرفيين. يعني كان لك مشاركات حضرتك والعديد من المهنيين أيضا خارج سوريا. وفسرته بشكل موسع عن التحف السورية. الحقيقة كنا سفراء وبشكل جيد وحتى زملائنا كانوا بالهند وأتقنوا وبالعراق كمان أتقنوا. إحنا ما عم نرضى بأنه نكون ناس عاديين على طول عم ناخد صحيح. المراكز الأولى بالتفوق وبالإبداع وبالجوائز. وأنا كنت بموسكو كمان بأواخر 2017 وأخذنا الامتياز لسوريا قبل منا بالجزائر. وبهي الأزمة إحنا 4-5 جوائز دولية إحنا يعني لنا إبداعات. وهذا الحكي ما عم نحن عم نبالغ فيه واضح وتماما بكل الدول. أكيد ونحن مثل ما قالت ليا فخورين بهي الصناعة. كل حدا بيكون بأي مكان بالخارج بلاقي قطعة سورية بيتنفس هوا سوريا بيحس أنه سوريا بلده موجودة بكل مكان وهي الصناعة المتميزة موجودة بكل مكان. أكيد. بدي أشكرك وأتمنى لك التوفيق لألك ولجميع عمين عم بيحافظ على هالمهنة من الانقراض وعم بيحافظ عليها لتشتغل بإيدين من ذهب. شكرا لألك. الله يبارك فيكم وشكرا لكم. وتحية برجع تحية ثانية لكل واحد حرفي مبدع وما عندنا حرفي غير مبدع بسوريا. صحيح. ان شاء الله على طول يا رب كل عام وانتم بخير وبتضل سوريا قائمه بالحرفيين وبجنود التراث وبجنود الجمهوريه العربيه السوريه جنود الجيش العربي السوري. امين يا رب. واكيد الحرفيين السوريين مثل ما قالت زينب نحن اكيد بنشوف حالنا فيكم وان شاء الله مطالبكم دائما تلاقي الصدى الحقيقي ودائما مشاركتكم تكون دائمه و موجودة بأي مكان بسوريا وخارج سوريا. سيد عدنان شكرا كثير لك وشكرا اليوم على التحف يلي زينت صباحنا. ميرسي. الله يبارك فيكم يعطيكم العافية. شكرا لكم. هلا حان الوقت ليا لنروح لأبرز العناوين بالجولة الثقافية. البداية من دمشق حيث يستضيف المركز الثقافي العربي أماسي بنسخته 13 التي تحمل عنوان بين الموروث والمعاصر بحضور المايسترو سمير كويفاتي وإدارة الإعلام ملهم الصالح. تفاصيل الأمسية منتابعة بها التقرير لزميلتنا ريم سليمان. إصرارنا على متابعة المسيرة مثل ما بقولوا متابعة المشوار بصراحة وبدون أي منية للبلد أبدا. في شيء من جواتي بيقول لي إنه طالما نحن مقررين نبقى لازم نضل نحكي ولازم يضل صوتنا مسموع. ما بعتبر هذا اللقاء أنا بصراحة تكريم. احترامي الشديد لكل المكرمين والمكرمين سلفا آنفا يعني. ولكن أنا بشوف إنه الحوار مهم جدا. أنا بشوف إنه نقعد نسمع بعضنا نقعد نشير لبعضنا بي 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 إن كان بحقوقنا إن كان بشغلنا وإن كان بطموحاتنا وإن كان بمشاريعنا بالمستقبل. أنا بشوفه حوار مفتوح. يا ريت حدا يقول لي على كام شغلة من أخطائي. يا ريت حدا يقول لي كمان إنه شو لازم نعمله إذا ما عم نعمله. هذا الموسيقار الرائع يلي موسيقى بتدخل على القلب بدون استئذان. الحقيقة سمير علامة فارقة في فن الموسيقى بسوريا. اليوم تكريم لسمير. هو أكيد هو نص التاني. هو كل شيء. هو كل يعني هذا الشيء بيفرحني كتير وبيسعدني لأنه هو واقف معي بالسندي بكل شيء بالحياة وبالمشوار الفني. الحقيقة هذا الشيء بيسعدني كتير ومثل حافز. تعرفي التكريم بيعطي للفنان مثل يعني كانوا بيقولوا له كلمة شكرا أو هيك وبيخليه يعطي دفع لقدام. إن شاء الله ربنا يعطينا الصحة والقوة لنقدر نكفي بمسيرتنا ونقدر نقدم كل شيء كويس.
وإلى خبرنا التالي، فبعد توقف لسنوات عادت الفنانة التشكيلية السورية شلبي إبراهيم إلى عالم الفن التشكيلي عبر معرض فني ضم أكثر من 70 لوحة من أعمالها. المعرض احتفى بمسيرة الفنانة عبر عدد من الأعمال تنوعت بين مواضيع تجسدت بالألوان المائية على الورق أو الرسم على الحرير والقماش بتقنيات الإكريليك الزيتي، مستخدمة أسلوب تعبيري فطري ومدروس جسدت من خلال الأنثى وحالات الإنسانية المتعددة. وفي تصريح للفنان إبراهيم أكدت أن كل أنثى موجودة في لوحتها هي رمز للشام كما لمصر، أعمالا تعبر عنها أيضا لكونها فنانة سورية مصرية. وفي لبنان شهد متحف بيروت معرضا فنيا يصور نصوصا وقصائد لأكثر من 39 طفلا أعمارهم تراوحت بين 8 و15، وترجمها 47 فنان لبناني وسوري جسدوا من خلالها ألم الحرب وتأثيرها على الأطفال، حيث ترجمت معاني كثيرة لأطفال طالهم الإرهاب وغير معالم براءتهم. التفاصيل بهالمادة. وختام جولتنا الثقافية لليوم على اقتراب موعد جائزة الأوسكار لعام 2018، حيث أعلنت أكاديمية العلوم والصور المتحركة عن بدء التصويت لتحديد الفائزين بجوائز هذا العام، حيث يتنافس هذا العام 9 أفلام لنيل الجائزة الرئيسية وهي أخرج والخنفساء المنقطة وفيلم الخيط السراب وشكل الماء، وهي أبرز الأفلام مشاركة بالمهرجان لهذا العام. وسيشهد هذا العام الحفل اليوبيلي 90 لجوائز الأوسكار لأفضل الأفلام المعروضة بعام 2017 يلي رح يقام بهوليوود. أخبارنا أكيد الثقافية وصلت لنهايتها. فاصل المتابعة بقية فقراتنا.
اليوم يا زينب وضمن محطتنا الصباحية رح نروح لمساحتنا القانونية ونناقش فيها موضوع بيهم الكتار منا خلال حياتنا اليومية، وهو سند الإقامة من وجهة نظر المشرع السوري. ما هو وكيف يكون الشكل صحيحا من الناحية القانونية، وكيفية تنظيمه لدى الكاتب العدل، وأسئلة واستفسارات أخرى أكيد رح يجاوبنا عليها المحامي مصعب ديب. صباح الخير مصعب، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك عن جديد. يعني عم نحكي عن موضوع يمكن كثير من العالم لازم يعرفوه ويكونوا واعيين لطبعا عليه من الناحية القانونية. خلينا نحكي عن الأمانة وسند الأمانة من الناحية القانونية أولا، شو هو؟ هلا الأمانة بشكل عام هي عبارة عن مبدأ تعامل بين الناس، سواء من الناحية الأخلاقية أو العرفية أو حتى التجارية، نظرا لتطور المجتمعات واختلاف المفاهيم داخل هذه المجتمعات أدت إلى زيادة الخلافات بين الناس وتشعب العلاقات، وأدت إلى صراحة سقوط الأمانة عن برجها، مما استوجب عديد من الوسائل القانونية التي استوجبت أن تأخذ القوة لتحل محل هذه الخلافات والمنازعات. مثل ما تفضلتي حضرتك وسألتي إنه تعريف سند الأمانة بشكل عام، صراحة لم ينص المشرع على تعريف واضح وصريح لسند الأمانة، وإنما هو من المتعارف عليه فقها بأنه التزام وحق بين طرفين تعهد بموجبه المؤتمن لديه على تسليم مبلغ نقدي أو حق عيني قابل للتداول قانونا للمالك في الوقت الذي يريده، كما يتعهد بتسليم هذه الأمانة بالحالة التي كانت عليها عند تسليمها دون زيادة أو نقصان، وإلا يكون مخلا بالأمانة ويلاحق جزائيا بعقوبة إساءة الائتمان المنصوص عليها في المادة 656 وما تلاها من قانون العقوبات السوري. نعم مصعب، خلينا نحكي كيف بيكون سند الأمانة هو صحيح. يعني أي حدا بده يروح يعمل سند أمانة لازم يكون عنده فكرة لحتى يكون صحيح وما يغشه. سؤال بمطرحه صراحة، لأنه كتير الحالات اللي عم نشوفها اليوم واللي عم تكون فيها سندات الأمانة عم تسقط أو عم تتجرد سندات في الأمانة فيها من الصبغة الجزائية، وعم تتحل أول لمجرد سندات دين عادي، وبالتالي عم تفقد الهدف اللي أوجده المشرع من هي السندات. صراحة أنه عم تكون هي نظرا لجهالة بتنظيم سندات الأمانة، أو بالأحرى فينا نقول عدم الإلمام أو الدراية الكافية بتنظيم سندات الأمانة. بالمجمل فينا نقول أنه سند الأمانة يكون صحيحا بمجرد تذييل سند الأمانة ببصمة وتوقيع المؤتمن لديه، بمجرد تذييل سند الأمانة ببصمة وتوقيع المؤتمن لديه، مع تعهد هذا المؤتمن برد الأمانة في الوقت الذي يشاء صاحب ومالك هذه الأمانة. طب ليش بيقولوا أنه لازم ما نحط زمن أو نحدد زمن بسند الأمانة؟ هل هذا الشيء صحيح؟ صحيح، تحديد الزمن في سندات الأمانة يجرد سند الأمانة من أهم صفة، أو فينا نقول أهم ركن من أركان الأساسية لسند الأمانة، وهو الطلب برد الأمانة في الوقت الذي يريده صاحب الأمانة. مجرد أنه حددنا استحقاق للسند فهذا الشيء يفقد ركن أساسي من أركان سند الأمانة، وبالتالي يفقد الصبغة الجزائية لسند الأمانة يلي أوجد المشرع لهيك سندات، وبالتالي بتنظر المحاكم العادية بدل المحاكم الجزائية بسندات الأمانة. نعم مصعب، طب خلينا نحكي شو يعني عن سند الأمانة، شو بيفيدنا بحياتنا وشو له لزوم بحياتنا أو شو هي وظيفته الصحيحة؟ يمكن يعني سند الأمانة هو بيطالع مرة بالحياة ولا إنه أشكال سندات الأمانة؟ هلا صراحة سند الأمانة إجراء مهم، يعني إجراء قانوني فينا بنعتبره مهم لضمان الحقوق من الضياع. هلا مشان سندات الأمانة لم يشترط القانون أو لم يشترط المشرع السوري شكل معين لسندات الأمانة، بمجرد تسليم الأمانة إلى الشخص المؤتمن لديه وتعهد هذا الشخص بتسليم الأمانة. ولازم يكون في نسخة مع أكيد مع اثنين مع أكيد الطرفين أكيد، ومثل ما حكينا تكون نسخة مذيلة ببصمة وتوقيع المؤتمن لديه. مثل ما عم نحكي إنه أشكال سندات الأمانة ما في شكل محدد، إنه لم يحدد القانون سواء مطبوع أو بخط ليه مشرع صراحة شكل سند الأمانة، لكن فينا نقول نحن إنه سند الأمانة بمجرد تسليم الأمانة يلي بتكون مبلغ نقدي أو حق عيني قابل للتداول قانونا إلى الشخص المؤتمن لديه، وتعهد هذا الشخص بتسليم الأمانة
الأمانة في الوقت الذي يريده صاحب الأمانة، فنكون هنا أمامنا سندا قانونيا. فينا نلفت النظر أنه لا يشترط أن يكون سند الأمانة كتابي، يمكن أن يكون سند الأمانة هو عقد شفوي، لكن من الأفضل قانونا تنظيم سند الأمانة كتابيا وتذييره ببصمة وتوقيع المؤتمن لديه ضمانا للحقوق ولسهولة الإثبات أمام المحاكم. يمكن هي كمان مثل ما قلت ضمانة الحقوق، هل كمان أنت مع أنه تثبيته أو تنظيمه عند كاتب العدل؟ هلا في هون التنظيم عند كاتب العدل وتنظيم عند محامي. هل الأفضل تنظيم عند محامي؟ تنظيمه عند محامي بيعطينا أنه المحامي بيعطي الصيغة أو الصيغة الشكلية اللي لازم يتضمن سند الأمانة، وكمان توافر أركانه، لأنه فقد أي ركن من أركان سند الأمانة يتحول من سند أمانة إلى سند عادي. كمان تنظيمه عند الكاتب بالعدل هو إجراء إنه نظامي كمان. ليش؟ لأنه سند الأمانة مجرد تنظيمه عند كاتب العدل يتحول إلى سند رسمي، وهذا السند شو الفرق بين انه بين محامي وكاتب عدل؟ ليش افضل هلا ما عند كاتب العدل افضل؟ ليش؟ لانه يتحول الى سند رسمي، وهذا السند لا يقبل الطعن فيه بالتزوير، ولا حتى يقبل انكار البصمه، ولا حتى التوقيع. كمان فينا بنقول انه تنظيمه عند كاتب العدل يسهل ويقصر اجراءات التقاضي، وبالتالي ضمان لصاحب الامانه بالحصول على الامانه في وقت اقصر وباقل التكاليف فينا نقول. طيب اذا فقد او ضاع سند الامانه من احد الطرفين، شو هي الضمانات او شو هي؟ هلا هو سند الامانه بحد ذاته هو الضمانه. طب اذا ضاع شو العمل؟ طيب اذا لجأ جيت انا لعندك قلت لك انا عامله سند امانه وضاع، شو العمل؟ ما في شيء. بس هلا حتى نرفع دعوه مثلا اساءه امانه لازم يكون في مرتكز قانوني نستند عليه. هذا المرتكز هو عباره عن سند او معامله او اي شيء. اول مرتكز قانوني هو عقد او سند او اي شيء، ما في مرتكز معناته ما في حق بالاساس. يعني لهيك يعني من الافضل كتابته عند كاتب العدل لحفظ هالقصص. اكيد اكيد. خلينا نحكي يا مصعب، سند الامانه لا يفترض فيه شهود، يعني ما بده شهود؟ اكيد. هلا شرط من سندات الامانه لا يشترط تحديد زمن لاستحقاق السند، كما لا يشترط فيه شهود، لأنه بمجرد تحقيق استحقاق لسند الأمانة ينقلب أو يفقد ركن أساسي من أركانه، وهو الطلب برد الأمانة في الوقت الذي يريده صاحب الأمانة. بمجرد تحديد الزمن ينقلب إلى سند عادي، وتنظر المحاكم المدنية في هذا السند. كذلك الأمر بالنسبة للشهود، بمجرد تحديد شهود أو إيجاد شهود على سند الأمانة يفقد سند الأمانة صفته كسند أمانة، ويتحول إلى سند عادي يجوز إثباته بالبينة الشخصية، وهذا ما استقرت عليه اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقد السورية. نعم مصعب، لكن لأي حدا بده يعمل سند أمانة لازم يكون نظامي 100%. طب في شيء نحن ما بنعرفه أو نحن ما عنا دراية فيه، في يمكن تزويرات محددة، في يمكن تفاصيل محددة خلينا نطلع عليها وهيك نعرف المشاهدين عليها، أنه في تزويرات محددة لازم ننتبه منها. سند الأمانة بالحالات اللي عم نشوفها اليوم أنه عم ينظم بين شخصين من دون وجود طرف ثالث، بجوز هذا الطرف اللي عم ينظم السند لأول مرة من دون أهلا من فترة، يعني صادفتنا سند أمانة مذكور اسم الشخص مفصل الهوية من دون وجود توقيع ولا حتى بصمة. يعني هون الجهل وعدم الدراية بهيك سندات يمكن يكون سبب بضياع الحقوق. في منهم كمان بيعملوا سندات أمانة إذا مصاري بمبالغ بيخلوا المبلغ فاضي مثلا. سند الأمانة مبلغ فاضي هو نظامي، مبلغ فاضي فاضي نظامي، لأنه هون النية مليان. لأن المشرع أعطى النية، النية هون بمجرد أنت نظمتي سند أمانة تركتي فاضي، فأنت أعطيتي النية للشخص المقابل لإلك بملء هذا السند بما يريد. طب بحال غياب أو فقدان طبعا الشخص اللي وقع عليه استحقاق سند الأمانة، شو هي الإجراءات القانونية اللي بيتم اتخاذها؟ هلا هون عندنا نحن حالتين، كل حالة بتتناولها إجراءات قانونية معينة. هلا في حال السفر أو الهرب نقوم برفع دعوى على المسيء للأمانة، ودعوى على المسيء للأمانة، ومنطلب بهي الدعوة أو منطلب بالمحكمة المختصة بهي الدعوة إلقاء
أو وضع إشارة حجز احتياطي على أموال المسيء الموجودة المنقولة أو غير المنقولة. فينا منقول هي الدعوة بتكون حكم غيابي يبلغ، يصدر حكم غيابي بحق المسيء الأماني، يبلغ عن طريق إما الواسطة أو يبلغ عن طريق يبلغ لصقا، مثل ما حكينا يصدر غيابي يحق له الاعتراض. إشارة الحجز الاحتياطي اللي حطيناها باستدعاء واللي طلبنا فيها المحكمة بأول باستدعاء الدعوة تنقلب إلى إشارة حجز تنفيذي عندما يصبح الحكم مبرما، وعندئذ يباع أموال المسيء للأمانة المنقولة أو العقارات إن وجدت بالمزاد العلني ويتم استيفاء الحق. لكن الخطورة تكمن عندما لا يكون لدى المسيء للأمانة أي أملاك أو عقارات موجودة. هلا في حال السفر، في حال الوفاة، لا نكون أمام جرم إساءة أمانة، لكن نكون لكن يبقى لصاحب السند الحق في رفع دعوى على الورثة بحدود ما آل لهم من تركة مورثهم المسيء للأمانة. نعم. هون لأنه مثل ما بنعرف لا تركة قبل سداد الديون ولا تركة قبل براءة ذمة المتوفى. هون بيدخل صاحب السند مع باقي الدائنين العاديين قسمة غرماء، ويتم بيع أموال التركة بالمزاد ويتم استيفاء الحق أو قيمة السند المذكورة. طيب هي مدتها بتكون كتير طويلة يعني؟ هلأ صراحة يعني أي دعوة بدها نفس طويل، بدها نفس طويل يعني، بدها نفس طويل وصبر. لهيك نحن عم مثل ما حكينا أنه تنظيمها عند كاتب بالعدل فيها إجراءات بتسهل أو بتقصر، وكمان تكاليف أقل بتكون. طيب مصعب، شو هي أبرز يمكن الأخطاء اللي بيوقعوا فيها الناس بيجوا لعندك لحتى تحل لهم إياها بخصوص كتابة سندات الأمانة؟ يعني في إجراءات حسيتها أو ما فيها وعي كتير بهذا الموضوع؟ هلأ أكيد مثل ما حكينا أنه جهل، في جهل بتنظيم أو بالأحرى فينا نقول عدم دراية وخبرة بهيك بتنظيم هيك سندات. صراحة يعني أغلب الناس اللي ما بتعرف تنظيم السند، لأنه قيمة الأسناد عم تكون أحيانا مبالغ كبيرة وعم تنظم على كذا سند يعني، لهيك أغلب الحالات عم يلجأوا فيها لتنظيمها عند كاتب بالعدل، لأنه بتكون صفة رسمية أكثر من أي تنظيم بين شخصين عاديين يعني. نعم مصعب، يمكن خلينا نحكي هيك، نروح من سند الأمانة ونحكي شوي عن أبرز القضايا يلي اليوم عم يلجأوا لك الناس. شو هي أبرز القضايا أو أبرز الاستشارات القانونية هلأ بهيدا الوقت؟ هلأ بالوقت الحالي أكثر شيء أحوال شخصية، طلاق وما طلاق وهدول القصص الله يبعدهم يعني عنا، الله لا يدب الخلاف بين اثنين، بس يعني أكثر الحالات يلي عم نشوفها هلأ هي طلاق وحضانة وهالقصص هي كلها يعني، فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والأحوال الشرعية والمحاكم الشرعية. نعم يعني الأزمة يمكن خلفت، عم تولد صراحة عم تولد حالات كتيرة وحالات غريبة يعني، صرنا عم نشوف، ونظرا للتطور اللي عم نشوفه كمان يعني عم نسمع عن حالات طلاق يعني ما كانت موجودة قبل صراحة. يعني حالات بيكون داخل فيها الواتس أو داخل فيها النت أو داخل يعني حالات كتيرة يعني. عن جد مبارحة يمكن كنا عم نحكي بهاي الفقرة لايك ممكن تفرقنا، أيوة هيك أيوة تحت تماماً هذا الشعار تماماً. تقريبا عن جد يعني اليوم التكنولوجيا قديش هي أحد مسببات مظبوط يعني عم تكون سبب كبير. كيف تعالج هيك أنت؟ شو هلأ هون بتجيب تعمل سكرين شوت على شو؟ أكيد هلأ هي بتصير خلافات شخصية، أما دعوة طلاق بتكون عدم تفاهم أو عدم استحالة الحياة الزوجية، بس السبب الأساسي اللي عم يكون مثل ما عم نحكي إنه التقنيات الحديثة أو وسائل التواصل الاجتماعي، هالشغلات هي يعني أكثر شيء. مصعب كمان غير قصص الطلاق والزواج والحضانة، كمان في قصص التجبير، قصص الخداع اللي عم تصير، وهي اللي بيقولوا القانون لا يحمي المغفلين. أكيد. كيف فيك توعي الناس بإرشادات معينة لأي شيء أو أعمال ينتبهوا له من خلال خبرتك بالقضايا اللي عم تجي لعندك؟ هلا بالآونة الأخيرة عم نلاحظ حالات نصب واحتيال كبيرة عم تكون سبب بانتحال صفة شخصية نظرا للمشاكل اللي عم تولدها الأزمة صراحة. أشخاص كتير عم ينتحلوا صفات يعني صفات أمنية أو صفات قانونية أو أي شيء، وعم حاولوا يجمعوا أكبر عدد من الناس حواليهم كمان لتسخير أو لتأكيد هاي الصفة صراحة، وعم يتم جمع أموال كبيرة من خلال النصب على ناس يعني بظن أنا بهي الأزمة بيهنن أمس الحاجة مثل ما بيقولوا لليرة يعني. صح. عم يتم جمع هاي الأموال سواء بأي وسيلة. كيف بيحموا حالهم؟
ما القانون ما بيحمي هيك أشخاص طبعاً ما بيحمي هيك أشخاص يعني عم يكون الضحايا صراحة الناس يعني عندها جهل أو مثل ما بيقولوا الغريب يتعلق بإشياء يعني بهيك هاي هي الأسباب أكثر شيء يعني صحيح. يعني اليوم حكينا عن سند الإقامة وعن أبرز المشاكل يلي بتواجه بعض الناس بالمجتمع. شكرا لهالإضاءة. شكرا كثير لك المحامي مصعب ديب. يعطيك العافية. شكرا لوجودك ولكل المعلومات اللي عطيتنا إياها مصعب. هلا مشاهدينا بننتقل لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار اللي عم تشهد الساحة السياسية مع زميلتنا علا أبو خضر من غرفة الأخبار. يسعد صباحك. يسعد صباحك زينب وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الغوطة الشرقية أن المجموعات الإرهابية تستهدف دمشق يوميا بمئات قذائف الهاون والصواريخ، حيث ارتقى شاهدان اليوم وأصيب 37 آخرون جراء ذلك. وأضاف الجعفري أن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن انتقل من الحرب بالوكالة على سوريا إلى العدوان المباشر عليها لتحقيق ما فشل الإرهابيون في تحقيقه. وحول مشروع القرار الكويتي السويدي قال الجعفري إن هؤلاء لم يطلبوا معرفة وجهة نظر الحكومة السورية بمشروع قرار يتعلق بسوريا. في تصعيد جديد من قوات النظام التركي ومرتزقته في عدوانها المستمر على منطقة عفرين، قصفت قوات النظام التركي بالمدفعية الثقيلة بلدة جانديرس ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة 3 آخرين بجروح، حالة أحدهم خطيرة. أقر التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي بقتله أكثر من 841 مدنيا في غارات نفذها طيرانه في سوريا والعراق منذ عام 2014. وأوضح التحالف في بيان أن 10 مدنيين إضافيين قتلوا خلال غارات جوية في كانون الثاني الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 841 مدنياً على الأقل خلال أكثر من 3 سنوات. في خبرنا الأخير، صوت مجلس النواب الهولندي لصالح الاعتراف بإبادة الأرمن وإفاد ممثل للحكومة إلى العاصمة في 24 من نيسان، في ذكرى المجازر التي ارتكبتها سلطات الحكم العثماني بين عامي 1915 و1917. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مجلس النواب الهولندي صادق بأغلبية 142 صوتا مقابل 3 أصوات على توصية بأن يتحدث البرلمان بتعابير واضحة عن إبادة الأرمن، ما من شأنه أن يزيد التوتر بين لاهاي وأنقرة. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك زينب.
شكرا لك يا علا من غرفة الأخبار. أكيد مشاهدينا مكملين وبآخر فقرات صباحنا غير ومحطة إبداعية جديدة. محطتنا التالية يا زينب من عالم الدراما السورية ورح نقلب فيها أوراق موهبة قدرت أنه تحقق مكانتها وجودها على الساحة الفنية بالأعمال الكوميدية وكان لها الحصة الأكبر بالرصيد الفني، وهو شارك بالعديد من المسلسلات الدرامية دخل من خلالها إلى بيوت المشاهدين بالدراما السورية. هو ممثل سوري طواق للفن أحب أن يدخل هالعالم بطموحه وعشقه للتمثيل من أوسع أبوابه ليرسم خطواته الأولى من عام 2003 بالرغم من الصعوبات، لكن بقي عشق الفن والبحث عن الفرصة المناسبة هن العنوان لهي المشاركة. شارك بالعديد من الأعمال والمسلسلات الدرامية مثل مسلسل فرصة أخيرة بشخصية صبحي، مسلسل طوق البنات، وأيضا حل ضيف بمسلسل حريم الشاويش، والعديد من اللوحات الكوميدية ليكون له الفرصة ببطولة مسلسل شو القصة وفرشة خلق. ولنحكي أكثر عن هاي الأعمال وأعمال جديدة عم تتحضر أيضا بيسرنا وبيسعدنا نرحب بالفنان ويليام فارس. صباح الخير ويليام وأهلا وسهلا فيك. صباح نور. أول شيء بدي أتشكر قناتكم الكريمة وأسرة البرنامج على هالاستضافة الحلوة. أهلا وسهلا. يسعد صباحك عن جديد. يعني ويليام خبرنا عن الأعمال الدرامية اللي شاركت فيها واللي أخذت فيها دور البطولة. هلأ أول شيء مشاركات هي كثيرة، رح أذكر البعض منها اللي بتذكره مثل جنان نسوان، نيو لوك، المتنبي قاهر الزل، بكون في قائد الروم، هي كلها أعمال قديمة من عام 2003 2004 2005، قتل الربيع، أشواك ناعمة، حور العين، المارقون، كانت مشاركات صغيرة، ولكن الفرص اللي بلشنا ناخدها للعام الماضي هي بحريم الشاويش كنت ضيف 30 مشهد تقريبا، وصار يعني هلا أنا بهالثلاثين مشهد يعني أنا أسست لشيء اللي هو حبني المخرج الأستاذ أسعد عيد وقال لي خلص بالعمل اللي بعده لك مني دور أساسي، قال لي أنت إنسان موهوب. يعني هالشهادة هي عندي إياها كثير إنه حققت شوي من طموحاتي. بشاركت بجنان نسوان مع الأستاذ فادي غازي كمان نفس الشيء، أعطاني تقريب لي شيء 20 مشهد وقال لي بالعمل الثاني ويليام أنت إنسان موهوب كمان لك دور مميز. وصلنا لدور اللي هو شو بدوري بشو القصة، شخصية مهند مع الأستاذ أيمن رضا أو قاسم ملحو، إخراج الأستاذ علي ديوب، مدير الإنتاج عبد المعين الموحي. كان دور حلو كتير اللي هو أنا صديقه للأستاذ أيمن بالمسلسل، وتقريبا يعني حقق لي إنه ها بلشت يعني حققت جزء من الشيء اللي عم بطمح لإله على مستوى الدراما السورية اللي هو اترك بس. السنة هاي شاركنا بمسلسل فشة خلق دور أساسي مع الأستاذ محمد سكية، تأليف الإعلامية هديل غزال، بوجه لهم تحية. كنا يعني بالعمل مثل أسرة واحدة، مدير الإنتاج محي الدين كوكي، أيمن سلامي كمان بوجه له تحية، هو بطولة نزار أبو حجار، علي كريم، حسام عيد، عبير شمس الدين. يعني متفائل كثير أنا بدوري بهذا العمل. نعم واليوم لكن خلينا نروح نشوف فوتو مونتاج عن بعض أعمالك ونرجع نكفي حديثنا. حبيبي أنا المخرج قال لي إنه مشهد شطبة السكينة هو إلي مو لألك، روح لاقي غيره. روح لك سكينة قيمة راسك، عم قلك المخرج قال لي روح اتمكج ونزل بالمشهد، يعني لإلي؟ لك حبيبي المشهد ماستر وما بيأمن غير فيه لأنه أنا بساوي مني. حبيبي روح لاقي غيره. يلا حبيبي يلا. يعني بدك تسرقوا عينك؟ عينك ولك حرامي، المشهد لي يعني لإلي؟ لك حبيبي حرامي وحدك نعم، لا تجنني، خلي في وزاد براسي ها اوعها بروح بشتكي للمخرج. ها هاي تبزق علينا واحترم حالك، أنا بدي اتمكش وانزل بالمشهد، روح من هون، روح لعند المخرج. يا سيدي ما راح احترم حالي ورايح لعند المخرج وخليه يخصم لك 20 مشهد وانا حسام كني. يلا رايح بدك شيء؟ لك طول بالك لك حسام، انا اسف شو بدك تروح تفسد علي؟ معقولة انا رفيقك عم زعل معك ويبوسك. يا سيدي ابو الليز جحش وابو نديم اشحش منه وياسين اغبى من الاثنين، بتخلي زوجتك تجيب من البزورية سم الافعى وبتشرب كاسي صبح وكاسي ظهر وكاسي قبل النوم وهيك بتقلب مثل الحصان على مسؤوليتي. لك يقبرني الحلو، لك شو هالجمال هذا، لك شو هالعيون الحلوين، ولي على هالطول تتجوزيني؟ و
والله انا كل عمري عم دور على وحده حلوه مثلك. الشعر هذا طبيعي؟ يعني شفنا بعض من مشاركاتك بالأعمال الدرامية، بتحب تعلق أول شيء على الفوتومونتاج؟ تذكرت شيء هيك ما بينتسى من خلال مشاركتك؟ هلا في كتير شغلات طبعاً، ما يعني أكيد ما تنعرض كلياتها، بس في مشاركات يعني كتير حلوة مع نزار أبو حجر، اللي لوحات حلوة كتير مع علي كريم، وكلها بتحكي عن واقعنا. يعني هو اجتماعي ناقد بطابع كوميدي. نعم. حسام عيد اللي لوحات معه كمان كتير حلوة، كانت ذكرى كتير حلوة، وإن شاء الله وقت العرض هو راح ينعرض على كتير محطات إن شاء الله مفاجأة. هل بتلاقي في أنه اهتمام من قبل المخرجين لاجتذاب المواهب الجديدة، يعني أنه يخلوهم فعلا يأخذوا فرصتهم؟ هلأ بيني وبينك أنا هلأ لحتى صرت التمس هالموضوع هذا، مثل محمد زكية أنا أول ما فتت شاف أنه في موهبة قال لي ويليام خلص أنت معي على طول. يعني أنا هي عندي فرحة كبيرة أنه صار في مين يهتم فيني، لأنه نحن من دون المخرج صح. هو بيعطيني خط حلو بأثبت وجودي، ما بيعطيني خط حلو نحن مالنا هون. بطوق البنات كمان للأستاذ محمد زهير رجب عطانا فرصة تقريب 35 مشهد شخصية خليفة. بتطلب هي الشخصية أنه أركب خيل، أنا من حبي لكون أمام كاميرته للأستاذ محمد رحت اتدرب على الخيل، يعني انا بدي لاثبت له انه بتقدر جدارتي. ايه حبي ايوه طبعا، وكله بيفيدني بالمستقبل يعني. صحيح. واليوم خلينا هيك نحكي اكثر عن يمكن من بعد هي الاعمال وقت تتفرج على حالك، شو بتحس انه ويليام لازم يعمل هيدا الدور، او هو بيبدع بهيدا الدور اكثر من هيدا الدور؟ هلا هي الواحد لما اكيد في شيء دائما الواحد بحسه طبعا، هلا هو واحد بيتعلم بقى بيقول انا هون لازم ما كنت تصرفت هيك، هون لازم كون لا عملت هيك. ولكن الواحد يعني بيلاقي انه لا تعبه، مثلا بيتعب كل السنه تعب تعب تعب، مثلا بيجي اكثر شيء موسم رمضان نقعد نتفرج بقى، مثلا يوم اللي شفت مثلا شو القصه ارتحت انه تعبي ها بلشت انه انا انجز، بلشت اثبت وجودي كفنان، بلشت يعني الفت نظر المخرجين. يعني هلا انا بس مثلا اديت اداء مميز قدام الاستاذ محمد رجب، اكيد بالعمل الثاني واللي بعده واللي بعده رح يكون اكيد طبعا طبعا اكيد. خلينا نحكي طيب من هن المخرجين اللي حابب تتعاون معهم وتكون قدام كاميرتهم، ومن هن الممثلين اللي بتحب انه توقف قدامهم فعلا هن قدوه بالنسبه لك؟ هلا كمخرجين الصراحه انا بمشاركات صغيره من 10 سنين كنت قدام الاستاذ نجدة انزور، انا بتمنى هلا انه الاقي الاهتمام منه هلا مثلا بادوار رئيسيه. رشا شربتجي اشتغلت معها بولادي من الخاصره دور صغير وباشواك ناعمه، ولكن بتمنى انه هلا الاقي الاهتمام منه. احمد ابراهيم احمد اللي يسحجه يعني انا هون ممكن تكون ها وصلت لطموحي كله، بصرت اشتغل مع هالاسماء هي بحبها انا. واليوم بالختام شو عندك تحضيرات هلا لرمضان 2018، او شو عندك مشاركات؟ هلا عندي تحضيرات، هلا في اعمال يعني لسه ما بلشنا تصوير فيها، في مشاركات منيحه في الغرفه 14 مع صفاء سلطان. سالتيني سؤال معلش خليني اجاوب عليه مشان الممثلين اللي انا بتمنى كمان القى دعم منهم وبحبهم كثير، امل عرفه، صفاء سلطان، سلافه واخرجي، باسم ياخور، ايمن رضا، الاستاذ بسام كوسا. نعم استاذنا. الغرفه 14 كمان عمل خلصنا تصويره حلو كثير، بكون انا ضيف حلقتين لانه كل حلقتين هو صاير قصه شكل. طوق البنات، فشت خلق، هذا كله ان شاء الله راح تشوفوه برمضان ان شاء الله. بالتوفيق لك وبكل جديد، هيك بتحقق كل شيء ببالك، وبنشوفك ممثل مثل فعلا الممثلين السوريين اللي عملوا بصمه بالدراما السوريه. شكرا لوجودك معنا ويليام فارس. شكرا لك. شكرا لك. فيني اوجه شكر بالاخير للداعمين من خارج الوسط الفني؟ تفضل. اللي هو الوالده، ست الوالده، زوجتي، اخي الفنان مجد، واصدقائي على الفيس. نعم. يعني هدول ضروري انه نذكرهم كمان داعمين يعني بالكلام بالمحبه
يلا موفق بكل خطواتك يا رب، وان شاء الله بنشوفك بالعالميه اكيد. اللي عنده طموح ما في شيء بيوقف بوشه. موفق ويسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. شكرا لك. لهون ليا بتكون وصلت محطاتنا للختام اللي ضمنت محطات عديده من الانشطه الثقافيه والفنيه اللي عم يشهدها نبض الشارع السوري. لكل المواضيع اللي بتحبوا انه نسلط الضوء عليها بامكانكم مراسلتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. موعدنا بتجدد كل يوم الساعة 9 صباحا. أمنياتنا دائما بالسلامة والأمان لكل السوريين لإرادة الحياة عندهم أقوى من كل شيء. وأكيد مسك الختام لأبطالنا بالجيش العربي السوري. الله ينصركم ويحميكم يا شباب ويعطيك العافية. مرسي. يعطيك العافية يا زينب ويعطي العافية أكيد لكل فريق العمل. وشكرا لكل الضيوف يلي رافقونا اليوم بيوم العطلة. أكيد بالختام كمان بدنا نقول الله يحمي كل السوريين، الله يحمي حارات الشام، الله يحمي كل سوريا وأهل سوريا يا رب، الله يحمي أبطالنا أبطال الجيش العربي السوري. الله ينصركم يا شباب ويحميكم ويكون معكم. الله يشفي جرحانا ويرحم كل شهدائنا. شكرا لكم مشاهدينا وباي باي.